في تقريرها السنوي حول النمو الاقتصادي، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن توقف الحكومة الإسرائيلية الدعم المالي لطلاب معاهد تدريس التوراة من اليهود المتشددين دينياً، رداً على السياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وما دفع المنظمة بمطالبة زيادة ميزانيات التعليم للمجتمع العربي. هذه التوصيات ليست من الفراغ، حيث أن الاستثمارات التي تمت في السنين الأخيرة وخاصة في مجال التشغيل أتت بنتائج إيجابية جدا، حيث نرى رأينا في العقد الأخير أن نسبة الطلاب العرب أو كمية الطلاب العرب في المعاهد العليا ضاعفت نفسها وأكثر من ذلك، نسبة التشغيل لدى النساء العربيات ضاعفت نفسها وأكثر من ذلك، وأيضا هنالك ارتفاع ملحوظ في الأجور لدى الرجال والنساء في المجتمع العربي. كل هذا سيعطي عمليا نتيجة إيجابية في الطرفين، أيضا في الطرف المجتمع العربي الذي سينخرط أكثر في الاقتصاد، وأيضا للنمو الاقتصادي لدولة إسرائيل، وهذا طبعا يفسر ويبرر هذه التوصية الموجودة في تقرير الـOECD الذي نشر في الأمس. تنتهج حكومة اليمين الإسرائيلية سياسة عنصرية تجاه المجتمع العربي، حيث أنها اعتمدت تقليص ميزانيات التطوير والتعليم في المجتمع العربي، ما يعتبره سياسيون بقرارات مجحفة بحق المواطنين العرب، وما يرى به مختصون بخطورة كبيرة على نمو إسرائيل بسبب اعتمادها لسياسة العنصرية الغبية. الأرقام اللي قاعدة بتروح اليوم على التربية والتعليم أو على المدارس الدينية، المدارس التوراتية، عمليا قاعدة بتخطط كيف تكون وبترسم الخريطة تبعت عالم التوظيف وعالم التخصصات اللي راح يكون أخرى 5 سنين وعشر سنين في البلاد. إحنا بدنا نحكي عن نقطة كتير كتير مهمة، المجتمع العربي بحارب على إنه يفوت على شركات الهايتك ومحروم، هذاك المجتمع الثاني بحارب إنه ما يفوت وبأخذ، فعمليا الفجوة قاعدة بتكبر أول شيء من ناحية علمية، من ناحية ثقافية، ومن ناحية توظيف، ومن ناحية هل إسرائيل هي شايفة حالها بالمحل الصح أخرى 10 سنين إذا هاي الأموال حولت هنا؟ لا، هي قاعدة تستجيب بس لأعضاء كنيسة 2 أو وزراء 2.5. تقرير المنظمة يؤكد على وجود نظامين اقتصاديين في إسرائيل، وما يشكل وضعا يمنع فيه رصد ميزانيات بشكل متساو، وما ينتج عن ذلك فجوات اجتماعية واقتصادية بين المجموعات الكبيرة في إسرائيل، وما يخنق المجتمع العربي بأزماته التي يعيشها إثر انعدام المساواة في سوق العمل.